عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الـ 32 من أجمل موسم، الموسم العاشر لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم العاشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 3,110,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من محافظة الفيوم، نرحب كلنا بمدرسة الرسالة الخاصة. مدارس الرسالة الخاصة. انطلقت مدارس الرسالة الخاصة في العام الدراسي 2013-2014 بمدينة الفيوم. تهدف المدرسة إلى تنمية مهارات الطلاب وفقاً للمعايير العالمية. حصلت المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي. نالت المدرسة العديد من المراكز في مسابقة المخترع الصغير والكتاب الإلكتروني على مستوى الجمهورية. هيمثل مدرسة الرسالة الخاصة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم سهيلة أيمن. مدرستي شاركت في الموسم التاسع، أنا بالنسبة لي أول موسم أشارك فيه، زمايلي دعموني كتير وادوني الثقة واستفدت من الخبرات بتاعتهم وأتمنى إن احنا نكسب. أحمد مصطفى. احنا شاركنا الموسم التاسع لكن الحظ ما حالفناش وما قدرناش نكمل. المدرسة ساعدتنا إن احنا نرجع تاني ونشارك في الموسم العاشر، استعدينا كويس وإن شاء الله هنعمل أداء مشرف. شاهد عثمان. احنا فرحانين بمشاركتنا في برنامج العباقرة وهدفنا ان احنا نجمع اكبر نقاط علشان نساهم في تطوير المدارس الحكومية عن طريق البنك الاهلي المصري. زياد احمد. انا نزل النهارده فقرة تحت الضغط، كنت نزلت فيها الموسم التاسع بس ما حلفنيش الحظ فجهزت نفسي اكتر واستعدت اكتر وان شاء الله اقدر اجاوب اكتر عدد من الاسئلة في وقت قصير. الرسالة الخاصة الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. رجعتوا تاني بعد اللي حصل في الموسم التاسع. صح مظبوط. خرجتوا من دور 32. مظبوط. استعديتوا ورجعتوا. صح ولا لا؟ صح. تمام. فريق القديم موجود، احمد وشهد وزياد من الفريق الموسم اللي فات. سهيلة بتشاركي لاول مره، ايه اللي حصل عشان تشاركي قولي لي؟ حبيت اخد التجربه، بالنسبه لي هتفيدني جدا واصحابي يشجعوني. كنت متخيله انك في يوم من الايام هتشاركي مع العباقره؟ لا بصراحه. الحلم الصغير انا بعتبره حلم صغير اتحقق. حلم كبير انك تبقي دكتورة قلب بإذن الله. إن شاء الله. جاتك الفكرة ازاي؟ هو الإنسان دايما في حياته بيسعى ان هو يكون فخور بنفسه، فأنا ما اعتقدش ان انا اكون فخورة بنفسي في وقت اللي انا اكون فيه دكتورة قلب واكون سبب في انقاذ حياة طفل لسه صغير يبدأ حياته كده. والله يعني عجبني جدا انتوا بتفكروا فيه مش بس ككارير، بتفكروا فيه بشكل انساني ودي حاجة عظيمة جدا. ربنا يوفقك يا سهيلة. احمد مصطفى وشهد وزياد رحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم. أما المدرسة التانية واللي هتنافس وبقوة لوصول لدور الستاشر من مركز المنشأة محافظة سوهاج، نرحب كلنا بمدرسة روافع العيساوية الثانوية المشتركة. مدرسة روافع العيساوية الثانوية المشتركة. تأسست المدرسة عام 2015 في محافظة سوهاج. استطاعت المدرسة أن تقدم نماذج متميزة علميا وأخلاقيا. شاركت في اتحاد طلاب مدارس مصر عام 2018 وحصدت المركز الأول على مستوى المحافظة شعبة علمي رياضيات دفعة 2019. حصلت المدرسة على تكريم المؤتمر الإفريقي للشباب في الاختراعات العلمية عام 2019.
هيمثل مدرسة رواف على سوية سنوية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ماري إبراهيم. استعديت لبرنامج العباقرة بأن بقيت بجمع معلومات في كل المجالات، وإن شاء الله واثقة في فريقي، وإن شاء الله نتأهل للدور الستاشر. محمود حسن. إسلام هو اللي هينزل تحت الضغط النهاردة، إحنا ساعدناه بأننا جمعنا له معلومات في كل المجالات، وإن شاء الله يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة في أقل وقت، ويساعدنا إن إحنا نجمع نقط كتير. نورهان حمدي. أهلي أول ما عرف إن أنا هشارك في برنامج العباقرة فرحوا جدا، ووفروا لي معلومات كتير، وإن شاء الله أقدر أشرفهم وأشرف مدرستي ونقدم بشكل كويس في البرنامج. مؤمن خالد. أنا الآن لأني أول مرة أشارك، بس إن شاء الله أقدم بشكل كويس النهاردة ونصعد للدور 16. رافع الأسوية، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. مشواركم ما كانش سهل، صح؟ صح. مالي اتحركتوا من إمتى؟ مثلا 3 الفجر. كانت رحلة حلوة؟ جدا استمتعنا. انبسطتوا؟ جدا. شاركتوا ازاي يا ماري؟ شاركنا ان احنا يعني اول حاجة كان في حد في الفريق فكر في الموضوع، وبعدين يعني عرضوا الفكرة، وبعدين بدأوا يجمعوا التيم، وبعدين بدأنا نجمع معلومات في كل حاجة وفي كل مجال، وان شاء الله استعدينا وان شاء الله تبقى مباراة حلوة. انا مبسوط جدا ان احنا معانا سوهاج، محافظة عظيمة، وبرحب بيكو في الاستوديو. احنا اكتر. محمود حسن، نورهان حمدي، مؤمن، برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه روافع العسويه. العباقره في الموسم العاشر 6 فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: ما هو حاصل ضرب 604؟ أحمد مصطفى. 2400. سؤال سهل. 2400 إجابة صحيحة. وفي الحالة دي أحمد مصطفى هتختار مين اللي بتدي الأول. إحنا هتبتدوا أنتوا الأول. جميل جدا. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. مدرسة الرسالة الخاصة عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر جغرافيا. والسؤال هو: في أي من قارات العالم تقع صحراء جيبسون؟ في أي من قارات العالم تقع صحراء جيبسون؟ 155,000 كيلومتر اللي اكتشفها ألفريد جيبسون. فين يا أحمد؟ آسيا. قارة آسيا. رافع العسوية، في إجابة تانية؟ مخمن. في إجابة تانية، يبقى آسيا إجابة خاطئة. إجابتك؟ أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: أوروبا، أمريكا الجنوبية، أستراليا، إفريقيا. مين اللي هياخد الريسك؟ محدش قادر يدوس على البازر. أحمد مصطفى كنت عايز تقول إيه؟ أوروبا. أوروبا. وأنت يا نورهان؟ كنت أقول إفريقيا. الإجابة الصحيحة أستراليا. خامس أكبر صحراء في قارة أستراليا. دلوقتي عندنا سؤال في الجغرافيا، روافع العسوية. في جوكر؟ لا. جغرافيا. والسؤال هو: تقع شلالات أثاباسكا في إحدى دول أمريكا الشمالية، فما هي؟ تقع شلالات أثاباسكا في إحدى دول أمريكا الشمالية، فما هي؟ أثاباسكا. ارتفاع الشلال 24 متر وعرضه 18 متر. محمود حسان إجابتك؟ المكسيك. المكسيك إجابة خاطئة. في إجابة؟ أحمد مصطفى. كندا. في مقاطعة ألبرتا بكندا، إجابة صحيحة. برافو عليك يا أحمد، أول 10 نقط في المباراة تخطفها مدرسة الرسالة الخاصة. وعندكم سؤال في التاريخ، تاريخ. والسؤال هو:
في عهد أي من حكام الأسرة العلوية تم تأسيس أول حزب مصري؟ في عهد أي من حكام الأسرة العلوية تم تأسيس أول حزب مصري؟ عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني. أول حزب كان حزب إيه طيب؟ تقريبا اللواء تقريبا. كان حزب الأمة. حزب الأمة. 1907 ده عام الأحزاب، وعباس حلمي الثاني إجابة صحيحة. خمس أحزاب في نفس السنة في 1907. 10 نقط. الرسالة الخاصة 20. روافع العسوية لسه ما فيش نقط، وفي سؤال في التاريخ. جوكر؟ لا. السؤال ده سهل. لا. تاريخ والسؤال هو: القمص سيرجيوس كان خطيبا لإحدى الثورات في تاريخ مصر الحديث، فما هي؟ القمص سيرجيوس كان خطيبا لإحدى الثورات في تاريخ مصر الحديث، فما هي؟ أول رجل دين مسيحي يخطب من فوق جامع الأزهر. 25 يناير. محمود حسان إجابة خاطئة. شهد. 19/19. 1919 كان بيقول إيه بقى؟ هو أنا مش عارفة، بس هي الثورة دي كان فيها اتحاد المسلمين مع المسيحيين. وثانيا وثالثا ولا فرق بين مسلم ومسيحي. ثورة 1919 إجابة صحيحة. لقبوا بخطيب الثورة سعد الزغلول. النتيجة 30. الرسالة الخاصة روافع العسوية، خلي بالكم الرسالة الخاصة عندهم خبرة وعايزين يهربوا بالماتش، لازم ترجعوا في الماتش بسرعة إن شاء الله خير. دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال الرسالة الخاصة أدب، والسؤال هو: الممسوس هي رواية الكاتب رعب مصري، فمن هو؟ الممسوس هي رواية لكاتب رعب مصري، فمن هو؟ في 2014. أحمد مصطفى. حسن الجندي. كنت متأكد أنك هتقول حسن الجندي. صوت. وحسن الجندي إجابة خاطئة، مش حسن الجندي. نوران. عمرو عبد الحميد. عمرو عبد الحميد بيكتب فانتازيا مش رعب، إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. عمرو المنوفي، تامر عطوة، عمرو مرزوق، محمد عصمت. طبعا البازر بيكهرب. الإجابة الصحيحة محمد عصمت. السؤال الثاني في الأدب، مدرسة روافع العسوية، في جوكر؟ لا. لا. أدب، والسؤال هو: نداء الملاك هي واحدة من أشهر روايات الكاتب جيوم ميسو، فما هي جنسيته؟ كاتب أوروبي. نداء الملاك هي واحدة من أشهر روايات الكاتب جيوم ميسو، فما هي جنسيته؟ الرواية دي باعت أكتر من 50,000 نسخة في أقل من أسبوع، واتنشرت 2011. إجابتك؟ إسبانيا. إسبانيا إجابة خاطئة. شاهد إجابتك؟ فرنسي. فرنسي. هو متأكدة منها؟ متأكدة. هو مشهور جدا. وفرنسي إجابة صحيحة. فرنسي الإجابة صحيحة، وبكده شاهد خطفت 10 نقط وغيرت النتيجة 40. رسالة الخاصة الفيوم، رافع العسوية لسه ما فيش نقط، وأنا قلقان عايزين ناخد نقط قبل الفقرة ما تنتهي. رسالة الخاصة، في جوكر؟ هترجع في الفيوم؟ هنرجع بالفيوم. صفة قريبة. علوم، والسؤال هو:
فيتامين يؤدي نقصه إلى تأخر ظهور الأسنان، فما هو؟ فيتامين دي. شاهد، أنت عايز تبي دكتورة بس مش دكتورة أسنان. لا. عايز تبي دكتورة إيه؟ هو أنا صراحة كان في دماغي في الأول دكتورة نفسية. غيرتي بقى. مش عارفة أحدد تقريبا. أنا بحب دراسة البيولوجي، يعني أنا بحب علم النفس إن أنا أقرأ فيه لنفسي، بس مش إن أنا أتعمق فيه دراسة وتشخيص وكده. طيب بقولك يا شهد، عايز أروح لموضوع التصميم اللي أنت حصلتي فيه على مركز أول. تصميم يعني الكتاب الإلكتروني. احكي لي عن المسابقة دي. صراحة أنا أصلا يعني يعتبر مش عندي خبرة كافية في التصميم، بس أنا أي حاجة جديدة بحب إن أنا أشترك فيها عشان أخد خبرة. وأنا بحب القراءة جدا، فأنا أي حاجة تبع الكتاب أنا فيها. لقيت إن هو كتاب إلكتروني يجمع ما بين التصميم وما بين إن أنا ألخص كتاب وأعمله بصورة زي فيلم أو زي أنيميشن يحكي القصة أو الكتاب. فأنا اخترت رواية الخيميائي باولو كويلو، فلخصتها في هيئة أنيميشن، وكانت يعتبر أول تجربة إن أنا أعمل فيديو، والحمد لله يعني خدت فيها مركز أول وميدالية. ما شاء الله، برافو عليك، لازم نحييها كلنا، برافو عليك. أول تجربة تاخد مركز أول، برافو عليك. الحمد لله. فيتامين دال، إجابة إيه؟ صحيحة؟ صحيحة. برافو عليك، إجابة صحيحة. فيتامين دال هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا شاهد. كده النتيجة 50، الرسالة الخاصة الفيوم. رافع العسوية سهاد، مفيش نقط، والمباراة كده بتهرب من أولها يا محمود. محمود، عايز تبقى دكتور جراحة عامة، اشمعنى جراحة عامة؟ كنت محدد ان انا ان شاء الله هدخل طب، بس يعني ما كنتش عارف المجال اللي انا عايز اتخصص فيه، بس عرفت شخص يعني هو دكتور جراحة فحببني في المجال. طيب بص يا محمود، انا عايز اروح لحاجة تانية انا وقفت عندها ومستوى. ايوة انت بتضحك، برافو عليك، انت عرفت هسأل ايه؟ هتلر. بالظبط كده. يعني ايه بقى انت شايف ان مثلك الاعلى هتلر؟ لا، هو انا ما عجبنيش فيه اللي هو الجانب الدموي وكده، لا انا عجبني فيه تفكيره وذكائه. انا مش عارف، انا اختلف معاك جدا كمان. يعني ممكن يكون ذكي بس مش معناه ان انا هاخده مثلا اعلى وقدوه. لا، هو مش وبعدين لو انت مثلك الاعلى هتلر وهتشتغل جراح فبلاش خالص، غير الكارير بسرعه. ولا ايه رايك يا نورهان؟ صح. بص نورهان، عايز تبقى دكتوره اطفال. ازيك يا نوران؟ اشمعنى دكتورة أطفال؟ انت محمود خالص بقى دلوقتي، هتلر وجراح وبتاع، مش بتاعنا خالص ده. قولي لي يا نوران. هو أنا عموما حابة مجال الطب أصلا، فاللي هو عايزة أتخصص فيه، وبعدين الأطفال يعني أنا شايف إن هو مجال لطيف. أحباب الله. جميل جدا. وأنت بتعرفي تتعاملي معاهم وحباهم وعايزة تساعديهم. جدا. شايف الفكر؟ شفت الإنسانية؟ مش معقولة يا محمود والله. آخر سؤال في الفقرة في العلوم، فرصة جوكر، دوس على البازل. العشرين نقطة دول لو طاروا منكو بقت مشكلة. علوم، والسؤال هو ما هو العدد الذري لعنصر الفانيديوم؟ إجابتك 23. وما خدتش غير ثانيتين وما خدتش رأي حد. متأكد. 20 نقطة. مؤمن خالد، إجابة صحيحة، برافو عليك تماما. بس كان مفروض تشارك زمايلك قبل ما تقولي الإجابة، عندك 18 ثانية، قول لهم الإجابة وارجع لي. 20 نقطة دول فرقوا معاكم جدا. 20 رافع العسوية، 50 الرسالة الخاصة، هم سؤالين بس اللي ما جاوبوش الفقرة دي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم العاشر عبقرة المدارس، ومباراة مهمة جدا في دور الـ 32، والفقرة الأولى تجاوب على 6 أسئلة من 8. خلينا أفكركم بالنتيجة. الرسالة الخاصة
الفيوم 50، رافع العسوية المشتركة سوهاج 20. وحصل عندنا تغييرين في الرافع العسوية، هاجر محمود نزلت مكان نورهان حمدي، وإسلام أنور نزل مكان محمود حسان. ازيك يا إسلام؟ ازيك يا حسان؟ واضح ان الكرسي ده فيه مشكلة، إسلام عايز يطلع دكتور استئصال أورام. يعني انا مش عارف ليه الحاجات الصعبة دي. انا شايف انه السرطان عامة صعب علاجه او مش لاقيين علاجه حتى الآن، فالجراحة بتساعد شوية بس. فأنا حبيت المجال ده عشان يعني بسبب مسلسل أنا حضرته أساساً. يعني مسلسل إيه؟ كان اسمه الطبيب المعجزة، دي نسخة من جود دكتور أمريكي يعني، بس الطبيب المعجزة ده تركي بس. فأنا شفت المسلسل. شايفين الأعمال جداً الفنية بتأثر إزاي في قراراتنا المصيرية؟ أكيد. علشان كده محدش يستهتر بأي عمل فني، ودي رسالة مهمة للي بينتجوا الأعمال الفنية. شفت؟ فكرك اتغير بسبب عمل فني. أكيد. جميل جدا. هاجر. نعم. ازيك يا هاجر؟ تمام الحمد لله. جراحة قلب. اشمعنى جراحة القلب يا هاجر؟ هو جدي الله يرحمه كان مريض بالقلب. الله يرحمه. فده السبب الرئيسي اللي خلاني أفكر أختار جراحة القلب. وأنا بحب المجال ده عموما يعني. فأنت قررت إن أنت تدخلي جراحة علشان تحاولي تساعدي ناس. إن شاء الله. ربنا يوفقك يا هاجر. إن شاء الله. والله يرحمه يا هاجر. الله يرحمه. حصل عندنا تغييرين في الرسالة الخاصة، مازن أحمد نزل مكان أحمد مصطفى، ومحمد طنطاوي نزل مكان زياد أحمد. طنطاوي أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. أصحابك بيقولوا لك يا طنطاوي صح؟ أوه. عرفت أنا بقى إزاي بقى؟ شفت بقى؟ شفت. طنطاوي قولي، عايز تبقى بروجرامر؟ إن شاء الله. هتتخصص في إيه؟ هو حاليا يعني أنا ماشي في الويب ديفلوبر، بس مش آخر حاجة ممكن أتعلمها، الموضوع طويل طبعا. في حاجات كتيرة فيه، فأنا ماشي في الموضوع. بس خلاص حطيت خطة وفكر وعايز تمشي بخطوات ثابتة وتكمل صح؟ إن شاء الله. ربنا يوفقك يا طنطاوي. مباراة صعبة ولا سهلة؟ هي البداية كويسة أنا شايف كده، بس يعني يا ربي تكمل على خير. مطمن شوية صح؟ تكمل. لا مطمن كويس. بس أنت عارف العباقرة ما فيش حد بيقصر فيه خالص. في ثانية تلاقيهم رجعوا في مباراة. أيوه. في ثانية. أيوه. ولا إيه رأيك يا مازن؟ أيوه. صح؟ شكلك قلقان ليه يا مازن؟ لا مش قلقان. دكتور اطفال؟ ايه. باذن الله. اشمعنى دكتور اطفال؟ ان الاطفال ما بيقدروش يعبروا عن وجعهم، فبحاول ان انا افهم وجعهم اكتر. فانت بقى عايز تعالجهم من غير ما يتكلموا. ايه ان شاء الله. فتبقى شاطر قوي يعني. ان شاء الله. جاهز ماتش النهارده؟ ان شاء الله. ربنا يوفقك يا مازن. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. شهد تفضلي يا شهد. وماري. ماري وشهد. شهد وماري. والسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط، وانتوا يا ماري محتاجين العشر نقط دول. معلومات عامة والسؤال هو: في أي شهر ميلادي يتم الاحتفال بعيد وفاء النيل؟ مارس. مارس إجابة خاطئة. شكلك كده مولودة في شهر مارس. فبراير بس قريب من مارس. يوليو. كنتش عارفة تزقي شوية بس سنة صغيرة. ماري إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أغسطس. ده عيد ميلادي. اختاري شهر عيد ميلادك. طيب يعني على اللي يبقى فيه سبب اخترتي عشان الشهر. ايوه صح. اتفضلوا. سهيله مؤمن. مؤمن وسهيله. وسؤال في الرياضه، يعني ينفع مازن وطنطاوي يعملوا فيكي كده؟ دبسوني فيها بذمتكم تعملوا فيها كده. مؤمن ازيك يا مؤمن؟ الحمد لله تمام. رياضه والسؤال هو: احترفت اللاعبه تهاني طوسن في احدى الرياضات الجماعيه، فما هي؟ دي بقى يعني كرة اليد. إجابة خاطئة. مش كرة اليد. سهيلة، تهاني طوسن دي ليها حكايات عظيمة وبطولات جبارة،
في إجابة؟ كرة السلة. كرة السلة إجابة خاطئة. تعالوا أعرفكم على تهاني توسون دي. حصلت على لاعبة القرن في أفريقيا سنة 2000، أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 87، وكان عندها 16 سنة. آخر حاجة وأهم حاجة، حصلت على أحسن لاعب وأفضل لاعب في أفريقيا 35 مرة في 18 سنة، وانتوا مش عارفين يا مين. نحيي كلنا البطلة المصرية تهاني توسون. شايفين السجل رائع ازاي؟ الإجابة الصحيحة الكرة الطائرة. تفضلوا. طنطاوي وهاجر، هاجر وطنطاوي، وسؤال في التكنولوجيا، والمرة دي ما جاوبناش على ولا سؤال تكنولوجيا، والسؤال هو ما هي شركة التكنولوجيا المالكة لموقع فيروس توتل للكشف عن الفيروسات؟ فيروس توتل للكشف عن الفيروسات. 7 ثواني. شركة عملاقة ومشهورة جدا. لازم اقول كده. هاجر اجابتك. مايكروسوفت. مايكروسوفت اجابة خاطئة. وعايز تبقى بروجرامر فين؟ فين؟ جوجل. جوجل يا طنطاوي اجابة صحيحة. تخيل بقى، تخيل انها اجابة صح، اديك عرفت. اتفضلوا. عاش. النتيجة 60 الرسالة الخاصة، 20 روافع العسوية، وطنطاوي محظوظ ما يتقالش عليها غير كده. يعني ما خسرش حاجة. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 496 على 4 زائد 12 في 8 يساوي كام؟ فات 8 ثواني. فاضل 5 ثواني. إجابتك 12. إجابة خاطئة. 22. يا إسلام يا إسلام، 220 إجابة صحيحة. خبرك يا إسلام، وبرافو عليك يا مازن. 220 الإجابة الصحيحة، 10 نقط. وكده النتيجة 70 الرسالة الخاصة بالفيوم، رافع العسوية 20. ويا شباب، انتوا التوتر مؤثر عليكم جدا، لازم تهدوا علشان تجمعوا نفسكم عشان ترجعوا في الماتش تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. ودلوقتي مع الفقرة التالتة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 4 أسئلة ليكم انتوا التمانية، تعتمد على السرعة. اتفقنا؟ ايدينا على البزر. سينما ومسرح، والسؤال هو فنان قام بدور علي الحفني في الجزء الأول من فيلم الجزيرة، فمن هو؟ إسلام. ظفر العابدين. ظفر العابدين ما كانش في فيلم الجزيرة يا إسلام. إجابة خاطئة. قصة وإخراج شريف عرفة، واللي ألفها محمد دياب. أحمد السقا. أحمد السقا كان اسمه منصور الحفني. شهد. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة محمود ياسين، وكان من بطولة فعلاً أحمد السقا ومعاه هند صبري وخالد الصاوي. أغاني موسيقى، والسؤال هو أجمل يوم هي أغنية لفنان مصري معاصر. حمائي. كلمات مين؟ أيمن بهجة قمر تقريبا. صح صح، برافو عليك. وألحان مين؟ مش فاكرة.
الحان عمرو مصطفى. عمرو مصطفى. وحمائي. حمائي. إجابة صحيحة. محمد حمائي هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 80 رسالة خاصة الفيوم، رافع العسوية سوهاج 20. لوحات معالم. والسؤال هو في أي محافظة مصرية يقع المعبد بالصورة؟ لوكسور. لوكسور إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد طنطاوي. أسوان. لو مش توصل يبقى أسوان. بس صح؟ صح. ده معبد إيه ده؟ أبو سمبل. ده معبد كومومبو، أنشئ في عهد بطليموس السادس لعبادة الآلهة سوبك وحورس وطنطاوي. أسوان طبعا إجابة صحيحة. أسوان هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 90 الرسالة الخاصة 20 روافع العسوية. المباراة بتهرب منكو تماما. السؤال اللي جاي سؤال سهل، أنا بقول لكم من دلوقتي سهل، محتاج شوية تركيز، سرعة البديهة. والسؤال هو أذكر مخرجا معاصرا من الحروف في الصورة. رامي إمام. مخرج متميز وليه أفلام كتير جدا، والحقيقة أنا بحب شغله. مازن إجابة صحيحة. رامي إمام هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 100 الرسالة الخاصة الفيوم 20 رافع العسوية سوهاج. رافع العسوية محتاجين في الفاصل نتكلم مع بعض شوية علشان مش ده أدائكم في التصفيات. التصفيات انتوا كنتوا أحسن من كده بكتير. اتفقنا؟ اتفقنا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. كده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم العاشر عباقرة المدارس ومباراة في دور الـ 32، وعايز أفكركم بالنتيجة. رافع العسوية سوهاج 20، الرسالة الخاصة الفيوم 100. وحصل عندنا تغييرين في الرسالة الخاصة. زياد أحمد رجع مكان محمد طنطاوي، وأحمد مصطفى رجع مكان مازن أحمد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. 10 أسئلة في 45 ثانية، معايا زياد وإسلام، إسلام وزياد. مين اللي هبتدي الأول؟ زياد. إسلام اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. زياد تعالى مكاني. جاهز؟ إن شاء الله. هتضيع وقت؟ لا. تمام، نطمن على إسلام. ده نسي البرنامج. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة ساموا؟ هادي. صح. من هو الفنان الشاب صاحب أغنية يا سمرة؟ محمد منير. غلط. في أي دولة عربية تأسست الإمارة الإخشيدية؟ مصر. صح. أديب مصري صاحب كتاب من أدبنا المعاصر فمن هو؟ نجم محفوظ. غلط. ما هي السلسلة المفرغة التي تحافظ على النخاع الشوكي في جسم الإنسان؟ عمود الفقري. صح. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للتظلم؟ سويسرا. صح. كم عدد النجوم على علم دولة غانا؟ واحد. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عاطف في فيلم الناظر؟ علاء ولي الدين. غلط. في أي دولة آسيوية تقع مدينة أوساكا؟ اليابان. صح. على مكان. كم إجابة صح يا زياد؟ ست.
برافو عليك، 6 إجابات صحيحة ب30 نقطة. سليم، عايزين إسلام ينضم لينا. إسلام اتفضل مكاني. قولي يا إسلام، عايز تعرف زياد عمل إيه ولا لا؟ بلاش بلاش؟ اه بلاش. خليها مفاجأة؟ خليها مفاجأة. أنا قلت 9 أسئلة من 10، ملحقتش أقول السؤال العاشر. تمام. معاك 45 ثانية. ماشي. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة ساموا؟ الهندي. غلط. من هو الفنان الشاب صاحب أغنية يا سمرة؟ بس. في أي دولة عربية تأسست الإمارة الإخشيدية؟ مصر. صح. أديب مصري صاحب كتاب من أدبنا المعاصر فمن هو؟ حسين. صح. ما هي السلسلة المفرغة التي تحافظ على النخاع الشوكي في جسم الإنسان؟ مفصل. غلط. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للتظلم؟ فرنسا. غلط. كم عدد النجوم على علم دولة غانا؟ واحدة. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عاطف في فيلم الناظر؟ أحمد حلمي. صح. في أي دولة أسيوية تقع مدينة أوساكا؟ اليابان. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة سلوفينيا؟ مش عارف. تفضل مكان. كم إجابة صح؟ 5. 25 نقطة، ولكن زياد معاه 6 إجابات، فرق سؤال واحد بس. هارد لك يا إسلام. إسلام هتدي كمان 10 نقط هدية لزياد. كلنا نحيي زياد وإسلام. إسلام وزياد تفضل. النتيجة اتغيرت، خلينا نشوف زياد عمل إيه. كم إجابة صح؟ 6 ب30 نقطة و10 نقط هدية. بقيته كام؟ 140. كنتوا 100، بقيتوا 140. إسلام كنتوا كام؟ 20 و5 إجابات صحيحة ب25، بقيتوا 45. من هو الفنان الشاب صاحب أغنية يا سمرة؟ أدهم سليمان. ما هي العملة الرسمية لدولة سلوفينيا؟ اليورو. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة للمدرسة واحدة بس، شاهد عثمان ومؤمن خالد. مؤمن خالد وشاهد عثمان. مؤمن، ازيك يا مؤمن؟ الحمد لله تمام. مؤمن، أنت عايز تبقى مهندس نووي. إيش معنى مهندس نووي؟ يعني حابب المجال ويعني عايز أطور فيه يعني. حسنك ممكن تطور فيه. جميل جدا. أنت واخد أينشتاين كمثل أعلى. إيش معنى؟ يعني بيعجبني أسلوبه وتفكيره، وكمان هو يعني غير المفهوم عن الكون ومن مؤسس الفيزياء الحديثة وكده. عندك حق، هو الحقيقة طبعا شخصية مش عادية أكيد. طيب بص بقى، المشكلة في إيه؟ 45 و25 كام؟ 70. 70 في فرق، بس يبقى في أمل. تمام. 140 و25؟ 165. يبقى كده خلص الموضوع واتأهلته لدور ال 16. السؤال الأول، حل المسألة الآتية: 525 على 5 زائد 6 في 3 يساوي كام؟ ٣٨. إجابة خاطئة. إزاي بس يا مؤمن؟ إزاي؟ شهد، إجابتك حالاً. لا مش عندي إجابة. ما عندكيش إجابة. الإجابة هي يا إسلام 123. بالظبط كده. بصوا، عشان انتوا واقفين هنا اتوترتوا، وإسلام قاعد مستريح هناك على الكرسي، جاوب في ثانية. الإجابة الصحيحة 123. تفضلوا. السؤال الثاني، ماري وأحمد مصطفى. أحمد مصطفى وماري. أحمد، الموسم اللي فات إحنا اتكلمنا مع بعض في التايكوندو. الموسم ده أنت بقى إيه، خدت بطولة في النص شهر 8 وخدت مركز ثالث على الجمهورية. برافو عليك. عملت إيه؟ احكي لنا. مركز ثالث على الجمهورية طبعا مش حاجة قليلة. طبعا الموضوع جاب بعد تعب وتمرين طويل، بس يعني هو ما كانش هدفي في التايكوندو مش زي هدفي إن أحقق حلمي في دراستي. أنت عايز تبقى دكتور أورام، نفس الحلم زي ما هو. ولكن قدرت برضو تتفوق في التايكوندو. برافو عليك. مركز ثالث جمهورية، نحيي كلنا طبعا.
ماري، مع انك عايز تبقي دكتورة اسنان ولكن انت مهتمة بمجال التنمية البشرية. صح؟ جدا. ازاي؟ قوليلي ايه العلاقة ما بين الاتنين؟ هو طبعا ما فيش علاقة، بس انا يعني حابة جدا ان انا ابدا في التنمية البشرية وتطوير الذات، لانه ممكن مثلا انسان يحضر محاضرة عن الموضوع ده يتغير فكره نهائي، او يعني يبقى عايز يسلك طريق هيغيره نهائي. ممكن مثلا انسان ياخد كلمة تغير فكره ويتغير تفكيره، يعني الكلام بيفرق مثلا. صح صح، زي ما اسلام قال اتفرج على عمل فني غير فكره وحس ان هو ده اللي عايز يكمل فيه. عندك حق. ودكتورة اسنان ليه بقى؟ لانه هو يعني السنة دي حاجة صغيرة خالص، بس ممكن تتعب الانسان يعني خالص، يعني مش تتعبه وتهلكه. مش تتعبه لا. السنان ملهاش حل في الوجع. وبرضه لانه كمان بيخافوا من الدكاترة، بس هما بيكوا كيوت كده ويعني حلوين. مين دول كيوت؟ الدكاترة. تضحك علينا؟ انت بتقولي كده عشان عايز تبقي دكتورة هتبقي كيوت يعني؟ بهيئ للموضوع. لا لا فيش الكلام ده غلط، ما بيبقوش كيوت خالص. السؤال التاني، جغرافيا، على أي من البحار تقع جزيرة وابيا؟ بحر متوسط. تاني أكبر جزر اليونان، الهدف الأول. تاني أكبر جزر اليونان من حيث المساحة والسكان. زياد وهاجر، هاجر وزياد، الموقف اتصعب جدا يا هاجر. بص يا هاجر، لو زياد جاوب رجع ب 25 نقطة واتحسم اللقاء. السؤال الثالث، فنون، من هو الفنان الذي قام بدور عمر في مسلسل شاهد عيان؟ كان بطولة بسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي، كان مين؟ آسر ياسين. إجابة خاطئة طبعا، مش آسر ياسين. في إجابة؟ لا مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة حسن الرداد. تفضل. سؤال الرابع والأمل الأخير لإسلام، يا سهيلة ترجع ب 25 نقطة حتى لو ما جاوبتش، أو أنت تتعادل ونلعب على الهدف الذهبي. السؤال الرابع، تاريخ، في عام 1908 أعلنت دولة بلغاريا استقلالها عن إحدى الإمبراطوريات، فما هي؟ الإمبراطورية الإيه؟ 1908 النمساوية المجرية. النمساوية المجرية، إجابة خاطئة. 1908 في إجابة؟ الإجابة الصحيحة الإمبراطورية العثمانية. تفضلوا. 25 نقطة لمدرسة الرسالة الخاصة. اتحسم اللقاء يا مدرسة رافع العسوية، هارد لك. مباراة صعبة على مدرسة الروافع العسوية، اتصعبت من أول فقرة. الرسالة الخاصة مستعدة، عمالين يجمعوا نقط، واثقين في نفسهم، فرق معاهم، عدوا بالمباراة. أنا سجلت هدف ضربات الجزاء والحمد لله قدرنا إن احنا ناخد 25 نقطة وحسمنا الماتش من قبل ما نبدأ عجلة الحظ. الهدف الأول. درس أنا في رأيي درس قاسي، لأن السكور بعيد، المباراة اتحسمت قبل عجلة الحظ. أنا كنت نازل ضربات الجزاء، كان عندي عمل إن أنا أتعادل وأجيب الهدف، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. عجلة الحظ مش هيبقى ليها دور في ماتش النهاردة. هارد لك للروافع العسوية، وبنقول ألف مبروك لمدرسة الرسالة الخاصة. أدائهم النهاردة أداء مشرف ويستحقوا فعلاً الوصول لدور الـ 16. أرجع أقول تاني، في التصفيات كان ليكوا أداء مختلف تماماً. خدتوا التجربة، أكيد اتعلمتوا منها، وأكيد محتاجين ترجعوا تستعدوا بشكل مختلف. هارد لك مدرسة روافع العسوية. الرسالة الخاصة الفيوم، واضح أن أنتوا راجعين مستعدين، خدتوا درس قاسي، ده اللي حصل فيهم الموسم اللي فات، راحوا
استعدوا ورجعوا، رجعوا بمستوى مختلف. برافو عليكم، بحييكم. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 180 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 420 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. مدارس الموسم العاشر ومباراة في دور الـ 32، وهفكركم بالنتيجة. 165 الرسالة الخاصة بالفيوم، 45 رافع العسوية سوهاج. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال إسراء، تفضلي يا إسراء. وهنشوف السؤال الأول موضوعه إيه، تفضلي. جوكر، تمام. إسراء، جبتي جوكر، قوليلي تحبي تسأله فيه؟ قدرات ذهنية ممكن. قدرات ذهنية، خلاص. سؤال في قدرات ذهنية ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30. يوصل بازل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 97 زائد 64 زائد 31 في 22 يساوي كام؟ عشر ثواني. ثانيتين، ثانية. زياد ما لحقتش يا زياد، في إجابة ولا مفيش إجابة؟ ماري إجابتك 802. 802 يا ماري، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 843. سمر، تفضلي يا سمر. سمر محمود، والسؤال الثاني وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا سمر. ده يعني النهاردة مش يوم ما شاء الله. والله بجد مش عارف اقول لكم ايه. في الحالة دي هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا تسألوا في ايه؟ معلومات عامة. معلومات عامة. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 20. معلومات عامة، والسؤال هو من هو أصغر قائد عسكري في تاريخ الإسلام؟ من هو أصغر قائد عسكري في تاريخ الإسلام؟ اختاروا الرسول لقيادة الجيش. هقول الزبير بن العوام. إسلام، إجابة خاطئة. أحمد مصطفى. أسامة بن زيد. أسامة ابن زيد. 18 سنة. 18 سنة. أحمد مصطفى، إجابة صحيحة. أسامة بن زيد هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 185 رسالة الخاصة الفيوم، 45 رافع العسوية سوهاج. سؤال الثالث لميس وائل، تفضلي يا لميس. رياضة، سؤال في الرياضة. قبل ما أسأل السؤال عايز أروح نشجع لايف، ومعانا بطلة من أبطال العباقرة، كلاوديا. ازيك يا كلاوديا؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. بتعملوا إيه الأيام دي؟ بتستعدوا ولا لأ؟ بالظبط، بنستعد جدا للموسم العاشر. يعني ناويين ترجعوا بالكاس المرة دي ولا إيه؟ إن شاء الله. كلاوديا بتمنى لك كل التوفيق. نحيي كلنا كلاوديا
من أفضل الناس اللي لعبت معانا في الموسم التاسع. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضة. الرياضة والسؤال هو: من هو أول لاعب مصري يشارك في الأولمبياد في دورة استوكهولم 1912؟ كان مشارك في رياضة السلاح. سؤال صعب بس المعلومة مهمة. ما فيش إجابة. أنا ما كنتش متوقع أن السؤال ده هيتجاوب، بس دي معلومة مهمة لازم نبقى عارفين مين أول بطل مصري شارك في الأولمبياد. الإجابة الصحيحة أحمد حسنين باشا. آخر سؤال يحيى جمال، تفضل يا يحيى. نشوف يحيى جمال والسؤال الرابع والأخير، وموضوع السؤال إيه؟ والله كويس، الحظ بيبتسم في نهاية الحلقة. يحيى جبت الجوكر، بحب يتسألوا فين؟ علم إن شاء الله. علم، تمام. قبل ما أسأل السؤال ده عايز أروح أتكلم مع سالي. سالي من رافع العسوية. إزيك يا سالي؟ زي حضرتك يا مستر، الحمد لله. أنا كويس الحمد لله، بس أنا زعلان على نتيجة ماتش النهاردة. معلش بقى، توتر بقى. توتر آه، بس كان أدائهم أفضل من كده في التصفيات. هما محتاجين يرجعوا يستعدوا ويرجعوا لنا تاني، صح ولا غلط؟ إن شاء الله. وأنتي مش هتشاركي معانا في العباقرة يا سالي ولا إيه؟ حلمي. حلمك تشاركي؟ آه. أديكي اتفرجتي على الاستوديو، المرة الجاية تبقي قاعدة جوه الاستوديو. إن شاء الله. شكرا يا سالي. آخر سؤال. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ علم، والسؤال هو: جغرافيا، في أي دولة يقع نهر موسكوفا؟ في أي دولة يقع نهر موسكوفا؟ 7 ثواني. إسلام، موسكوفا في دولة إيه؟ روسيا. روسيا يا إسلام، إجابة صحيحة. وأقول لك على خبر كمان، إسلام النهاردة أنت معاك لقب أفضل لاعب بـ 55 نقطة. مدرسة رافع العسوية، هارد لك 75، كنت أتمنى السكور يبقى أحسن من كده، وكنت أتمنى إن التوتر ما يأثرش عليكم بالمنظر ده. خدتوا التجربة، استعدوا ورجعوا لنا تاني. كلنا نحيي مدرسة رافع العسوية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 260 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 520 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,630,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. الرسالة الخاصة الفيوم، واضح أن أنتم مستعدين، لو كملتوا بنفس المستوى أتوقع أن أنتم هيبقى ليكم شأن في الموسم العاشر. الله. أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.